السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. في هذه الحلقة ستشاهدون كيف أن الدورقي حرف رواية أمر معاوية بسبب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أول من يشاهد الحديث بدون تحريف من سنن الترمذي. صحيح سنن الترمذي؟ دققوا في السنة. حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ قال إلى آخر الحديث. لنشاهد كيف تلعب بالحديث في مسند سعد بن أبي وقاص. مسند سعد بن أبي وقاص للدورقي، شاهدوا أنه نفس السند الذي عند السنن الترمذي. حدثنا أحمد، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه قال: دخل سعد على رجل فقال: ما يمنعك أن تسب أبا فلان؟ كما تشاهدون تم التلاعب بالحديث، واستبدل اسم معاوية بكلمة رجل، واستبدل اسم أبي تراب بفلان. من هو هذا الرجل الذي دخل عليه سعد؟ ومن هو هذا فلان الذي أمر سعد أن يسبه؟ لماذا تخفى الحقيقة على الناس؟ إذا لم يكن هذا الحديث يدين معاوية لما حرف اسمه. هكذا يسب من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. مسند أحمد بن حنبل الجزء 44. دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله فيكم؟ قلت: ما عاد الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سب عليا فقد سبني. إسناده صحيح.